لغز من الألغاز اللي حيرت العالم لحد النهاردة، لغز الفايكنج، كارثة أوروبا في القرون الوسطى، واللي اختلفت نهايتهم في المصادر التاريخية وحيرت كتير من المؤرخين. يا ترى اختفوا فين؟ وإيه السر وراء اختفائهم؟ أهلا بكم في قناة حكاية أفضل. الفايكنج هو مصطلح أطلق على رجال الشمال، وهم شعوب جرمانية الأصل عاشوا في منطقة بتسمى اسكندنافيا، وهي حاليا المنطقة اللي بتضم دول السويد وأيسلندا والنرويج والدنمارك. أطلق عليهم فيما بعد لقب ملاح السفن، وده ناتج عن برعتهم في صناعة السفن والمهارة العالية في استخدامها خصوصا في المعارك. أطلق على شعوب وقبائل الفايكنج ألقاب زي الذئاب المتعطشة للدماء، وتم وصفهم بالشيطان المميت. ظهر الفايكنج وعاشوا زي ما ذكرت المصادر التاريخية في شمال غرب أوروبا خلال الفترة ما بين القرن الثامن للقرن الحداشر الميلادي. والغريب إن الفايكنج ما كانوش بيعيشوا في صورة شعب زي الشعوب المعروفة، لأ، دول كانوا بيعيشوا في صورة قبائل متفرقة لكل مجموعة منهم حاكم مختلف. والفايكنج ما قدروش يعملوا عاصمة موحدة أو حتى إمبراطورية أو دولة موحدة، وده كان واحد من الأسباب الرئيسية اللي حددها العلماء والمؤرخين كسبب رئيسي في إن الفايكنج يظل شعب غامض وسر من أسرار العالم والتاريخ لحد النهاردة. وكان سبب واضح في وجود كتير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول حقيقة ما حدث في فترة وجود الفايكنج، إلا إن المعروف إن الفايكنج ومنذ ظهورهم كان شعب همجي بيفكر في الدماء والقتل واحتلال الشعوب المجاورة وكيفية السيطرة على كنوز وخيرات الشعوب دي وكيفية القضاء عليها. كان الفايكنج بطبيعتهم شعب وثني عندهم تعددية في الآلهة، ومن أهم الآلهة حسب معتقداتهم الإله أودن إله الحرب، وهو بيعتبر زعيم الآلهة، وثور إله الرعد، وبالدر إله الضوء. وكانوا مؤمنين إنهم لو ماتوا أثناء المعارك والحروب بالأخص هيعيشوا في مدينة فالهال، وهي ما كانتش بمثابة الجنة اللي هي عبارة عن خضرة ونعيم وغابات زي المعنى اللي احنا عارفينه، لأ، دي كانت عبارة عن قاعة كبيرة داخل قصر عظيم في جزيرة بتسمى أسغارد. وحسب معتقدهم فهي بمثابة العالم الآخر اللي هيعيشوا فيه مع الآلهة. وبعد فترة اعتنق الفايكنج المسيحية. انقسم المجتمع في حياة الفايكنج لثلاث طبقات، طبقة بتضم الملوك والأثرياء، وطبقة الأحرار اللي بتضم المزارعين والتجار، وطبقة العبيد وهي الطبقة الثالثة. وتكلم الفايكنج باللغة النوردية القديمة اللي بتتكون من حوالي 16 حرف. وذكر العلماء والمؤرخين ان واحدة من اسباب انتصار الفايكنج في معظم المعارك والحروب هو السر في تصميمات السفن وبراعتهم في صناعتها وكيفية استخدامها في الغزوات والمعارك. والسبب الثاني قدرتهم العالية في ايجادة فنون الحرب وتصميم آلات وأسلحة الحرب زي السيوف اللي قدروا يصنعوها من الفولاذ والصلب قبل ما يوصلوا العالم في الفترة دي. من أشهر الحكام اللي حكموا الفايكنج إيريك الأحمر اللي أطلق عليه اللقب ده بسبب شعره الأحمر، وهو اللي اكتشف جرينلاند في حوالي سنة 985 ميلادي. وكان ليه 3 أبناء وهم أريكسون اللي ذكرت بعض المصادر إنه مكتشف سواحل أمريكا، والتاني هو هارولد جيدنسون وهو من أدخل الفايكنج في عصور التجارة وصاحب انتصارات عظيمة في النرويج، والتالت واحد من أهم وأشهر حكام الفايكنج وهو راجنر، وهو من أكتر الملوك اللي ذكرته المصادر الموثقة. وذكرت المصادر إن راجنر تزوج 3 مرات وكان ليه 6 أبناء، وأبنائه هم اللي قدروا يكونوا جيش الفايكنج القوي العظيم اللي قدروا من خلاله إن هم ينتقموا لأبوهم من ملك انجلترا بيلا اللي قتل ابوهم ودفنه في حفرة فيها افاعي سامة. وبتذكر المصادر ان راجنر وصل لكونه اله حسب معتقدات شعب الفايكنج. ومن اشهر حروب الفايكنج هي حرب جزيرة لانسفار في انجلترا اللي اول ما وصلوا لها دمروا الكنيسة اللي كانت بمثابة المركز الرئيسي لتعليم المسيحية في المنطقة. واول ما وصل الفايكنج افتكر شعب الجزيرة انهم مجموعة من التجار العاديين، والحقيقة ان الفايكنج كان ليهم استراتيجية معينة وخطة بيطبقوها قبل الغزوة، وهي انهم ينزلوا الجزيرة
أو ساحل البلد اللي هيغزوها، ويتعاملوا على إنهم مجموعة من التجار اللي جايين يتاجروا ويستكشفوا الجزيرة أو الساحل، ويبدأوا يتفقدوا القوى العسكرية الخاصة بالمكان اللي هيغزوه، ويحددوا هل هيبدأوا الهجوم أو لأ. وبالفعل أول ما شاف أهل الجزيرة الفايكنج افتكروهم مجموعة من التجار، إلا إنهم بعد ما اتأكدوا إن أهل الجزيرة شعب مسالم بدأوا الهجوم، وقتلوا وسلبوا ونهبوا كل شيء، لدرجة إن كل من كان بيقابلهم كانوا بيقتلوه وبيحرقوا أي شيء ما يقدروش ياخدوه معاهم. وبعدها رجعوا لأهلهم بالكنوز والغنائم، ومن هنا بدأ الفايكنج يتركوا مهنة الزراعة والتجارة والصيد، ويبدأوا يفكروا في غزوة الشعوب والبلاد والسيطرة على خيرتها. وفي سنة 865 هاجموا اسكتلندا وانجلترا مرة تانية، وارتكبوا العديد من المذابح والكرائم كعادتهم. وبعد عدة معارك وتأسيس مجموعة من المستعمرات، فكر الفايكنج في مهاجمة الأندلس، واللي كانت في الوقت ده تحت حكم الدولة الإسلامية، بعد ما سمع الفايكنج عن كنوزها الثمينة. وكانت في الوقت ده بيحكم الأندلس عبد الرحمن الأوسط. وصل الفايكنج لسواحل لشبونة، وكانوا حوالي ما يقرب من 10 سفن. وفي الوقت ده كان المسلمين بيمتلكوا جيش قوي، لكن في الناحية البرية فقط، بينما الفايكنج كانوا مهتمين ومبدعين في الهجوم والغزوات عن طريق السواحل والبحر. وكعادتهم بدأوا ينزلوا للمدينة كتجار يتفقدوا كل شيء، ولما حانت الفرصة بدأوا الهجوم، ولكن المسلمين قدروا انهم ينتصروا عليهم، ويقدر الفايكنج انهم يهربوا عن طريق الساحل باستخدام السفن بتاعتهم. وبعد ما ينظموا نفسهم ويرتبوا جيشهم يبدأوا في الهجوم مرة تانية على سواحل لشبونة، لكن المرة دي الهجوم كان بأكتر من 80 سفينة، وقدروا انهم يسيطروا على المدينة واستباحوها لحوالي 40 يوم. بعدها قرر أميل الأندلس عبد الرحمن انه يرسل جيش على راسه عبد الله بن كليب ومحمد بن سعيد بن رستم، اللي قدروا انهم يتصدوا للفايكنج في معركة طاحنة، لكن نتيجة لقدرة الفايكنج العالية ومهارتهم في استخدام السفن، فكر المسلمين في حيلة، وهي الاختباء بين السفن والهجوم على الفايكنج من جهة، ومن الجهة الأخرى يحاصروهم من بين السفن. وهنا قدر المسلمين انهم يحاصروا الفايكنج بالفعل وينتصروا عليهم، ويهرب باقي الفايكنج، عشان بكده تكون معركة طابلاد اللي تمت سنة 230 هجرية 844 ميلادية سجلت انتصار ساحق للمسلمين على الفايكنج. بعدها تمكن الفايكنج من الهروب لفرنسا وانجلترا. هنا فكر عبد الرحمن أمير الأندلس في ضرورة بناء ترسانة بحرية في أشبيلية، عشان يستخدمها في صناعة سفن أسطول المسلمين اللي هيقدر من خلاله يدافع عن سواحل الأندلس. وبالفعل عمل واحدة من أكبر ترسانات أوروبا في الوقت ده، وقدر إنه يعمل أسطولين، أسطول في الشرق مركزه ألميريا، وأسطول في الغرب مركزه أشبيلية، وأرسلت القسطنطينية للهدايا والسفراء عشان تهنيه بالانتصار على الفايكنج. وقدر إنه يرسل رأس قائد جيش الفايكنج وحوالي 200 رأس من جنود الفايكنج لطنجة وبعض المدن الإسلامية المحيطة، عشان يحثهم ويشجعهم على الجهاد ضد الفايكنج. وفي حوالي سنة 971 ميلادية، وفي عهد أمير الأندلس الحكم المستنصر، هجم الفايكنج مرة تانية على الأندلس، لكن في الوقت ده قدر الحكم إنه يجمع أسطولي الأندلس ويتصدى للفايكنج وينتصر عليهم ويبعدهم تماما عن الأندلس. وبعد عدة معارك وغزوات مختلفة للفايكنج، اختلف المؤرخين واختلفت المصادر حول نهايته، إلا إن اختفائهم بيعتبر لغز من الألغاز اللي حيرت العالم لغاية النهاردة. فبعض المصادر ذكرت ان تاريخ 1410 ميلادية هو اخر تاريخ ذكر فيه الفايكنج في الوجود، وهو التاريخ اللي رحل فيه الفايكنج لجزيرة جرينلاند بقيادة ايريك الاحمر عشان يكون مستعمرة هناك. وفي سنة 1721 ميلادية بدأ هانس ايج في تأسيس مستعمرة جديدة، وظل يبحث عن مستعمرة الفايكنج، فما لقاش الا بقايا بيوتهم واكواخهم وبعض أدواتهم اللي كانوا بيستخدموها. وذكرت المصادر التانية إن الفايكنج بعد ما عملوا مستعمرة في جرينلاند اكتشفوا في القطب الشمالي منطقة فيها غابات وخضرة ونعيم، ومتوفر فيها الحيوانات والأسماك بكثرة، فقرروا إنهم هيعيشوا فيها، وبعدها اختفوا تماما. وفي سنة 1900 قرر ضابط في القوات البحرية الأمريكية اسمه فيرت إنه هيبحث عن سبب اختفاء شعب الفايكنج، وبدأ في الدراسة وتوصل لشعب الإسكيمو
اللي ذكروا انهم شافوا مكان الغابات والاشجار دي وشافوا شعوب الفايكنج وهي متجهة هناك، الا انهم رفضوا الذهاب بسبب اعتقادهم في وجود وحوش وكائنات غريبة في المكان ده، وهي المنطقة اللي بتقع بالتحديد جنوب غرب القطب الشمالي. اما التفسير للنظرية الاخيرة اللي اتكلمت عن اختفاء الفايكنج فهو ما ذكرته المصادر حول معركة جسر ستامفورد، وهي عبارة عن معركة قامت بين انجلترا والنرويج في حوالي سنة 1066 ميلادية، وكانت باختصار معركة بعد فترة حكم ادوارد، واللي تمع بعده ثلاثة في العرش وهم ويليام وده كان دوق نورماندي، وهارولد وده كان ملك النرويج، وهاريلد، وبعدها قدر مجلس الشورى انه يختار هارولد، ولكن الاتنين التانيين رفضوا، وهنا قامت معركة اتحدوا فيها الاتنين مع توستينج شقيق ملك انجلترا، وبعد معركة طاحنة اتقتل فيها كل من هارولد وتوستينج، وانتهت اسطورة الفايكنج بعد قرنين ونص. وفي النهاية لازم نقول ان الحقيقة اللي اتفقت عليها معظم المصادر هي نهاية الفايكنج في مكان ما في القطب الشمالي. تفتكروا حضراتكم ايه هي اقرب نهاية للحقيقة من النهايات اللي ذكرتها المصادر عن الفايكنج؟ دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.